الشبهة الثالثة، ماذا لو تاب إبليس؟ طرحها أحد الأفاضل ربما قبل فترة وجيزة أيضا في مقطع في اليوتيوب، ماذا لو تاب إبليس؟ قال لك إبليس كائن مختار، أليس كذلك؟ نعم مختار، مثل مختار يستطيع أن يفعل الشيء ويفعل إيه؟ ضده أو ضديده. ماذا لو خطر لإبليس؟ قال وبخبث منه، خبيث كبير، يتخابث لكي يفسد الخطة الإلهية في هذه الخليقة. خطة الإلهية مبنية على ماذا؟ على أنه زي ما قلنا هداية السبيلين، سبيل النجاة وسبيل الهلاك، فألهمها فجورها وتقواها. إيش اللي بناجي الفجور ويسهل الفجور ويناغي؟ إبليس البعيد، وساوس إبليس، يزخرف للناس، فضلا عن نفس الأمارة بالسوء لأنها ملهمة الفجور أيضا. يعني لو اختفى إبليس لا يختفي الشر، هذا معروف. جميل جدا. قال لك ماذا لو قال لا، أنا بطلت شغل، إغواء ووسوسة، بدي أقعد في بيتي هيك أنزوي مع زوجتي وأولاد وأحفاد أحفاد أحفاد، هو معمر طبعا إلى يوم الدين، هو معمر إلى يوم الدين، منظر اللعين، وحنفسد الخطة الإلهية. شبهة، ليش لا؟ فرض المحال ليس بمحال. طبعا الجواب الآن من أي عالم في العقيدة مسلم، ستاندرد يعني عالم معياري، هيقول لك لا هذا مستحيل. ليس مستحيلا لذاته، يعني ليس مستحيلا عقليا، هذا مستحيل لغيره. ما هو الغير؟ خبر الله الذي لا يتخلف. هل يمكن أن يكذب خبر الله؟ أستغفر الله العظيم، مستحيل. الله إذا قال قولا فهو الصدق نفسه، الصدق عينه ذاته روحه. الله قال لي، قال له إيه؟ أنت ملعون إلى يوم الدين. ملعون هذا إلى يوم الدين، معناه لن يتوب. مثل ما قال تبت يد أبي لهب وسيصلى نارا، عرفنا أبو لهب مش حيتوب وما تابش، وكان بيقدر أبو لهب، نعم عنده نفس الفرصة. حتقول لي معناها مجبر، نقضت قاعدتك، أنت قلت إبليس مختار وأبو لهب مختار. نقول لك لا، ما لهاش علاقة بالجبر هذه القضية بالمرة، ولا حجة للجبر، لأن الله حين أخبر أنه لن يتوب لم يخبر بناء على أساس أن الله سيمنعه من التوبة رغما عنه، بل أخبر بناء على علمه المحيط السابق لكل شيء أنه باختياره لن يفعل. يعني علم الله على فكرة، العلم صفة كاشفة تتعلق بالأشياء على ما هي عليه، فإذا علم الله الشيء قبل أن يقع مش معناه أنه حاله جبريا، بل يعلمه بصفته. فالشيء الذي يقع باختيار يعلمه الله ماذا؟ بهذه الصفة أنه يقع باختيار. والشيء الذي يقع بجبر يعلمه الله، علم الله يتعلق به ماذا؟ بهذه الصفة. هذا العقل المنطقي، الحكاية مش فهلوة، أمور واضحة. لكن ما علينا، نرجع برضو شو نقول؟ نقول هذه الشبهة مؤسسة على شبهة أخرى لم يلتفت إليها صاحبها. تعرفون ما هي؟ وهي شبهة بيبليكال، يعني كتابية، تنتمي إلى الأدبيات الكتابية، التوراة والإنجيل وشروح التوراة والإنجيل، وهي وأيضا إلى الميثولوجيا اليونانية، إلى الميثولوجيا الإغريقية، وهي أن الصراع في هذا الوجود إنما هو بين الله من جهة وإبليس من جهة أخرى. هذا كلام فارغ في التصور القرآني، كلام فارغ. إبليس لا هو ند لله ولا بصارع الله ولا بتحدى الله ولا بقدر ولا فيه منه أصلا. إبليس عدو ومصارع ومتحد ومضل لمن؟ للإنسان. الصراع في الكون بين بين الإنسان والشيطان، ليس بين الرحمن والشيطان. تعرفون لماذا؟ طبعا لأنه من الأصل ما في إمكانية، ولو حصل أنه كان التحدي والصراع والمعركة بين الله وبين الشيطان لاستسلم الشيطان من أول الطريق. ليش؟ عشان قضية الساقين والريح، لأنه مغالب الغلاب مغلوب، لن يكسب مع الله ولا جولة ولا خطوة ولا طرفة عين. ولا بيقدر؟ بيقدر حد يكسب مع الله جولة واحد يعني؟ مستحيل. لذلك سيأس مباشرة من أول أيام، يقول له استسلمت، لا أقدر يا رب، ولا مش صحيح، لا هو مش مع الله، هو عاد الذين كسب ويكسب معهم كل حين كل لحظة. إيش رأيكم؟ لهم مين؟ إحنا الغلابة. قال أنا سيبني بس، أعطيني المهلة، أعطيني النظرة، أنظرني، أعطيني النظرة وأنا حورجيك فيهم. الله قال له أعطيناك عشان تتم المحنة والابتلاء ليبلوكم. راح اللعين وبس، ما أعطاه السلطان علينا، سلطان الزخرف والوسوسة. وهذا مش لإبليس صاحب آدم، للأبارسة فينا كمان. قال تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن. بدأ بالإنس ولا بالجن؟ بالإنس، أخبث من الجن. يا ريت بس اللي مسلط علينا إبليس وأذنابه، والله لاسترحنا كثيرا، لكن مسلط عليك شياطين الإنس بالإعلام والتلفزيون والمسلسلات والأفلام والتقارير الكاذبة والنظريات الفلسفية والنفسية والعلمية وتزييف الأديان وسب الأديان ورب الأديان، هلكوك بشر زيك زيهم، وبدرس 40 سنة عشان يكفرك،
وتارك علمه واهله كذا وده شغال عربش عشان يخليك تلحد مثله ويستريح انه في الحد كثير. فالله قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. بدا بشياطين ايه؟ الانس. واضح يا اخواني؟ على كل حال فبنقول ايه؟ ابليس معركته مش مع الرحمن، معنا احنا الصراع معنا مش مع رب العالمين. من يقوم لله؟ يسكت يا رجل. وانما معنا وبكسب. قال عز من قائل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. لا اله الا الله. الخبيث قال ربح جولات كثيره جدا جدا على ابن ادم. طب يا رب ما دام بربح ليش انت تمهل هذه الخليقه؟ اطوي بساطها. قال لك لا، انا عندي لو واحد شاكر، واحد عارف يعرفني بجلالي، يزن بالارض ومن عليها، اللهم اجعلنا منهم. واحد. ولذلك صح عن رسول الله ان الله تبارك وتعالى يرسل النبي الرسول الى قوم فلا يظفر منهم الا ايه؟ الا بواحد. في طبعا انبياء لا يظفرون باحد. يبعث النبي وليس معه احد، ولا ربي زيرو ولا واحد استجاب لي. في نبي يقول انا استجاب لي واحد، هذا الله يعلم انه اذا ارسل هذا النبي سيستجيب له واحد. بيستاهل، بيستاهل نرسل له نبي كامل واحد من عباده. شوف المحبه الالهيه، حب جارف من الله لنا، حب جارف لنجاتنا، ان ننجو الا نهلك. واضح؟ أن نحظى بنعمته ورحمته، لا إله إلا هو. فهذه الشبهة مبنية على هذا الأساس، انتبهوا تماماً أنه الصراع مع الرحمن. الصراع ليس مع الرحمن. حتقولي ما جاوبتش، لا جاوبت. تعرف ليه؟ بما أنه بيكسب، بيكسب باستمرار، مستعد يتخلى عن مكاسبه هو؟ يعني فرضيتك أنه بده يتوب من حيث العقل مش مستحيلة، طبعاً ممكن، بس بالواقع وبما نعلمه من الواقع ومن أنفسنا ومن أبالسة البشر بصراحة مستحيل واقعياً ومستحيل عاديا، يعني مش عقليا. باختصار بدي اقول هيك، ما مشكله. اليوم اسرائيل الدوله اللي احتلت بلادنا وارضنا وبهدلتنا، والعالم كله وعلى عينك يا تاجر، كما يقول ايه العرب العوام، على عينك يا تاجر، في ارض محتله، في الضفه مثلا وفي القدس 67 محتله، اسمها محتله في الشريعه الدوليه، والعالم كله يقول لك محتله. قضموها قضما بالمستوطنات المغتصبات، اغتصب، والعالم ساكت. مغتصبات مغتصبات مغتصبات، شيء جنوني. احنا بدنا السلام بس الفلسطينيين متفرقون، ملاعين خبثاء، حكومتين وحكومتين. احنا بدكم سلام انتم، واضح ما شاء الله بدكم السلام، كثير بدكم السلام انتم، انتم جماعه لصوص تواصلون السرقه واللصوصيه 24 ساعه على 24 ساعه. سؤالي، ممكن اسرائيل مش بليسها قوه الشر العظمى، اللي اسرائيل هذا جزء ايه من، يعني ما شاء الله من مبتدعاته. ممكن اسرائيل تيجي في لحظه صفاء نفسيك وصفاء ضمير تقول لا اله الا الله ظلمنا احنا هيك وكذا، خلينا نعطيهم كل حقوقهم اللي هي فلسطين التاريخيه وكل عاد، ونطلع نرجع من حيث اتينا عشان يستريح الضمير. بالله عليك هذا ممكن بس يرد هيك كمثال؟ واحد على المليار في منه هذا؟ على المليار. وحاله العرب اللي هي حاله العرب اليوم، وحاله الفلسطينيين اللي هي اسوء من حاله العرب، حاله الفلسطينيين، وحالة إسرائيل حالة نتنياهو. هل ممكن تعملها إسرائيل؟ فلا لا خلاص. بدك إبليس يعملها؟ وجاي تعمل لي إنك جبت لي شبهة وأفهمتني يعني وحيرتني. قال لك إبليس يتوب يبطل شغل، يصير فاضي أشغال. إيش حتعمل يوم متدينون؟ كيف ربك حيحلها؟ يا سلام، عجزت الله أنت هيك، أنت ما عجزتنا إحنا يا أخي. الله يفتح عليك ويفتح علينا يا رب ويهدينا إلى سواء السبيل.